عندما همت ليا أن تلقي نظرة على جدول مواعيدها الخاص، وقعت عيناها على الخطاب الأخير والذي أرسلته سيلينا، حيث كتبت أختها: المكان في غاية الجمال، غاية في الروعة. ثم قامت ليا لترد على الهاتف، رفعت السماعة وبأقصى جدية راحت تجيب: دار المسنين بحي بيلفيو، هل من خدمة؟ ليا، هناك بعض المشاكل، أنا في حاجة إليك. المسكينة سيلينا وقعت في إحدى المشاكل التي لا تنتهي. اهدئي، أخذت تقول لأختها من أمها: لا تصرخي في أذني، أين أنت الآن؟ ما زلت في إيطاليا عند بحيرة ماجور، ألم تصلك رسالتي الأخيرة؟ بلى، وصلتني، وكنت تصفين لي جنة الله في أرضه و... حسنا، إن هذا لم يدم، إنني في حاجة إلى المال يا ليا، الكثير من المال. ألا يمكنك طلب سلفة بضمان مرتبك من المدير؟ هل تسخرين؟ إن ماسيمو مازاردي لا يقرض جدته مليما، فما بالك بموظفيه التعساء؟ إنني في حاجة إلى هذا المال على الفور، أستحلفك بالله. الأمور بدأت تأخذ طريقها إلى التعقد، يجب أن تأتي فورا. إن سيلينا تعلم تماما أن رحيل ليا عن بيلفيو شيء يشبه المستحيل، إذن فالحالة خطيرة. ما الذي يخيفك يا سيلينا؟ ليس في الأمر تهديد بالفضيحة أو نوع من الاحتيال، أليس كذلك؟ بلى، إن الأمر كذلك بالفعل. كانت ليا تقوم بدور المسؤولة والحامية التي تأخذ أختها من أمها تحت جناحها منذ أن ولدت. لا عليك، سأتولى كل شيء، أعطني عنوان هذا الذي يدعى مازاردي، سأكتب له وأؤكد أنه لن يمس شعرة منك بعد الآن. صرخت سيلينا بصوت حاد: لا، يجب أن تأتي، إنني أنتظرك غدا مساء في فندق بوروميو عند بسيكاتوري. وبهدوء بدأت ليا تقوم ببعض الاتصالات، في النهاية استطاعت أن تجد من يحل محلها عن طريق مكتب الخدمة العامة، وهرعت إلى البنك تسحب ما لها فيه، ثم راحت تبتاع التذكرة من مكتب الطيران، وبعد ذلك يجب أن تجد قصة مقنعة ترويها لأمها. وأخيرا وفي فترة ما بعد الظهر دخلت ليا الصالون ومعها أكواب الشاي والشطائر الخفيفة. لدي ما أخبركم به، تعلمون أن عيد ميلادي لم يبقى عليه سوى بضعة أسابيع، لقد وجهت إلي سيلينا الدعوة كي أزورها في إيطاليا. ردت أمها: يا لها من فكرة رائعة يا عزيزتي، إنها هكذا تقدم لك هدية غاية في الجمال. نعم، هذا هو الأمر، يجب أن أرحل غدا. وقف رونزو مازاردي ينتظر أخاه، ظل أخوه قابعا في مكتبه يرشف كأسا من الشراب منفعلا بتلك الأحداث الأخيرة. ترك ماسيمو أخاه منتظرا بينما لم يندهش رونزو لذلك، كان يعلم أن ما يحدث هو تعبير من أخيه وتذكير بقدرته وسطوته على الجميع. أخيرا انفتح الباب وتنفس رونزو السعداء، ولما رأى ماسيمو أخاه أخذ يغوص أكثر في كرسيه، كان يبدو مستغرقا تماما في الأمر، إذن فالأمر كما اعتقد تماما، وها هو ذا أخوه لا يلقاه بالترحاب الواجب، مؤكد أنه سيعمد إلى توبيخه على إنفاق المال بإسراف. ابتلع رونزو ريقه وأخذ يقوي نفسه، إن ماسيمو منذ أن كان صغيرا اعتاد أن يخيف الجميع ويرهبهم، كان يبدو قويا لا يمكن مجابهته. أخذ ماسيمو يحكم إغلاق الباب الغليظ بالسلاسل: لقد تعمدت أن أطيل انتظارك. هذا هو أخوه الذي يعرفه تماما، لا يعتذر بل يقرر واقعا يعرفه كل منهما بكل ثقة بصوته الجبار هذا، والذي طالما أوقع بالنساء تحت قدميه. إنني لست بصبي صغير حتى تستدعيني بهذا الشكل، كما لو كنت سأعرض على مدير المدرسة المتحكم فيها. في الحقيقة إنك إنسان بالغ تتحمل مسؤوليات البالغين، لقد اعتقدت أن هناك ما هو أهم مني يسبب لك مثل هذا الكدر. أنت تعلم تماما كل المشاكل التي وجدتها لدى وصولي إلى هنا، ولا تطلب مني أن أعفو عنك مرة أخرى. مع كل، لقد عدت إليك فور اتصالك بي،
تركت مسؤولية إدارة الشركة العملاقة والتي كافحت في إنشائها وتقويتها حتى يسير العمل فيها بدوني على أكمل وجه ودون أي مشاكل من أي نوع، كي أعينك على إدارة وتنظيم نجاح أبي. ولكن كلانا يرث إيزولا مازاردي، ولا أعلم لماذا يتحتم أن أقوم أنا بالعمل لتجني وحدك الأموال في النهاية. الأمر على النقيض، وإنك لا تدرك ذلك تماما. يخيل إلي أنني أنا الذي يقوم بالعمل كله، بينما أنت الذي يجني الثمار. إنك تغالط. كلا، إنني أوضح فقط. فبسبب نزواتك أصبحت مدينا، فهل أنا الذي يدان؟ لقد قمت بتجميد حسابي في البنك، ورفضت اعتماد توقيعي على أي مستندات، وها أنت ذا لا تتورع عن أن تهاجمني مباشرة. ولكن لا، إنك قد اعتدت التخفي والتحفز خلف الناس حتى توقع بهم. لكنني لا أرى طريقة أخرى للتعامل معك، يكفيني ما لوثت به سمعتنا بديونك هذه. إنك لم تكلف نفسك التفكير حتى فيما قيل بعد رحيلك منذ سنوات، من أنك حطمت قلب أبيك وأرقت ماء وجه العائلة بأكملها. تراجع رونزو إلى الوراء لما رأى تحفز أخيه للتقدم نحوه، وتحرك ماسيمو بسرعة ليصبح أمام رونزو، والذي كان يحاول النجاة بنفسه لم يجد الفرصة للإفلات. كانت ذراعاه وقد أمسك بهما أخوه بالفعل. قبض عليهما ماسيمو وأخذ يقوده متغلبا عليه بتلك القامة الجبارة والتي كان يحظى بها. من الخير لك أن تشرح لي قصة تلك الشقراء الطائشة. لا تتحدث عن سيلينا هكذا، إنها فتاة ذكية، إنها لا تأتي في موعدها أبدا. كان ماسيمو يتحدث صارخا متواعدا. إنها لا تستطيع الحفاظ على المواعيد، هذا لا يعني أنها غبية بالضرورة، لكنها تصر على ذلك رغم علمها أن هذا يثيرني غضبا. إن لمست شعرة واحدة منها فسوف ينالك مني ما ينالك. إنني لن أيأس من إسماعك صوت العقل. أخذ روزو يتحدث باشمئزاز. بلا شك تتزوج امرأة بريئة، أما صالحة للأبناء الذين ستنجبهم لك، فهم سيحملون اسم عائلتنا الموقر. إننا لسنا بأناس عاديين يا رونزو، إننا ننتمي لعائلة مازاردي. كف عن هذا، لقد أخبرتك أنني أنوي الزواج بها، سوف ترى، كما أن جدتي أيضا تحبها. هذا لأنها لا تدرك أنك تنوي صنع مستقبل خاص لتلك الفتاة الجميلة البريئة. ألا ترى أنها لا تهتم إلا بالمال؟ وإنه لا يمكننا الاعتماد عليها أبدا، لأنها لا تتحمل المسؤولية قط. لمرة واحدة لن تنفذ الذي يدور برأسك. لقد امتثلنا كثيرا لنزواتك، لكن الوضع سيتغير الآن. سترى كيف ستكون نظرة سيلينا إليك عندما تدرك أنك أصبحت لا تملك سنتيما واحدا. سيكون الأمر سيانا لديها، إننا متحابان، فلا تقحم نفسك بيننا، إنها حياتي الخاصة وأنا حر فيها. رونزو، ينبغي أن يفكر أحدنا بتعقل وروية. إنني أريد لك السعادة، سأحاول أن أوفر لك زيجة رائعة، أما تلك الفتاة فإنها تسعى وراء مكاسبها ومطامعها فقط بدون أي وازع أخلاقي. انظر كيف ترتدي ملابسها، إنها تكاد لا ترتدي شيئا. لقد رأيت بنفسك كيف قامت بتقبيل عابر سبيل تشكره أن صحبها معه في قاربه. إنها تشبه إحدى فتيات الجيش، وأنت لست إلا أحد ضحاياها. هذا غير صحيح. كلا، إنه صحيح، إنك لا تستعمل عقلك منذ مدة طويلة، إنك في حاجة إلى من يرشدك ويأخذ بيدك. ألا ترى أن أمرك يهمني؟ إنني أحذرك، سوف أفعل أي شيء حتى أجعلها ترحل، اتفقنا؟ فهمت. كان رونزو يعلم ما يجب أن يفعل، لم يبقى أمامه طريق آخر. يجب أن يحصل على المال حتى يهرب مع تلك الفتاة التي أحبها فيتزوجها. سوف تصل أخت سيلينا هذا المساء لتساعدهما، ليس أمامهما خيار آخر الآن، وعليها هي أن تدفع ثمن ما سيقدمان عليه. عليها أن تدفع ثمن أخطائهما.
لقد وصلنا إلى إستيريزا، أفاقت ليا من أفكارها وراحت تنظر من النافذة. كانت السيارة تسير بجوار بحيرة زرقاء صافية. انتابتها رهشة من الخوف لما تبين لها أنها قد وصلت بالفعل إلى بحيرة ماجور. قال لها سائق التاكسي القابع على كرسيه وهو يتطلع إليها بدهشة: هل ستذهبين إلى بسيكاتوري؟ ألقت ليا نظرة على الورقة: نعم، عند فندق بوروميو. إذن تفضلي بالنزول هنا. ولكن هنا إننا في إستيريزا. نعم إستيريزا، اقتربي سأشرح لك الطريق. ومال على حقيبتها الصغيرة فحملها وبدا معها المسير بالطريق. امتلأ وجه ليا بالبشر مأخوذة بتلك المشاهد الخلابة، ولاحظت أن السائق قد وضع حقيبتها بجوارها ثم أخذ يقترب منها. القارب، اصعدي إلى القارب. أخذت تنظر إلى القوارب المترصة أمام الرصيف البحري. أنا أيجب أن أستقل قاربا؟ تركزت عيناها على تلك الجزر البعيدة، إنها بلا شك بسيكاتوري، وأخذت تحدث نفسها كم هي جميلة وخلابة. نعم بسيكاتوري، تصلين إليها بالقارب. إجازة سعيدة، إلى اللقاء، أشكرك. أخذت ليا حقيبتها فحملتها ثم اقتربت من القوارب التي ترقد فوق الماء الصافي. كان جميع من بالقوارب نائمين، على البعد منها تحرك أحد تلك القوارب. أسرعت ليا بالاقتراب من القارب: صباح الخير، قالتها بنبرة رقيقة. كان هناك رجل يرتدي قبعة يقف فوق الحاجز الخشبي، بدا كأنه لم يسمعها. أخذ يدير محرك القارب فخشيت أن يرحل بدونها. ألا تسمعني يا رجل؟ لم يرفع الرجل حتى رأسه من مكانه. أخذت ليا تتساءل: لابد أن هذا الرجل ينقصه الأدب، ألا يعيرها انتباها كعميلة تريد استعمال قاربه؟ هبطت إلى ذلك الحاجز من الرصيف ووقفت بجوار القارب الذي كان يهتز، وقد اعتزمت أن تتخذ طريقة زوج أمها، وبأعلى صوت تمتلكه صاحت في الرجل: بسيكاتوري من فضلك. نظر إليها الرجل برهة ثم عاد إلى الاهتمام بمحرك القارب الذي كان قد بدأ ينفث دخانا. وضعت ليا حقيبتها وقد انتابها الضيق والعصبية. أدار لها رأسه قليلا عندما وضعت يدها تستند إلى حافة القارب لتحفظ توازنها. حدثت حركة فجائية ففقدت اتزانها وسقطت في الماء. في غمضة عين أطفأ الرجل المحرك والتقطها من الماء. وجدت ليا نفسها في القارب وقد ضمها الرجل إلى صدره ووضع يده بنعومة فوق شعرها، فابتعدت عنه وهي ترتجف. ما فعلته لا يتصف بالفطنة أبدا، كان يحدثها وصوته الحاد ونظراته العميقة تجعلها ترتجف. لقد كنت أحاول فقط أن أدخل إلى القارب، ولكنني لم أدعك للصعود إلى القارب. شيئا ما في هذا الرجل أخاف ليا، فعلى الرغم من أنه بحار على قارب صغير كهذا إلا أنه يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة. كل ما هنالك أنه تشوب لسانه لكنة إيطالية خفيفة. كان بإمكانك أن تلقي نظرة على تلك التي تحاول اعتلاء الجسر الخشبي لتدخل إلى قاربك. لم أكن أتخيل أن تحاول مجنونة مثلك الانتحار بطريقة قفزك هذه إلى قاربي. أوصلني إلى بسيكاتوري، لن أطالبك بشيء آخر. بيد أنه لم يحرك ساكنا وأخذ يثبت نظراته المكتسحة عليها، فكان تأثير نظراته غريبا وذات إيحاء خاص. لا شيء يجبرني على ذلك، إنني في غاية الإجهاد، حرارتي مرتفعة وأكاد أتضور جوعا، أريد أن أخذ حماما وأتناول وجبة الغداء. وصل البحار نظر إليها وتعبير غامض يكسو وجهه، كان يبدو مترددا، ثم فجأة أخذ يبتسم إليها كاشفا عن أسنانه الحادة، ثم انتهى بالانفجار في نوبة من الضحك. ذلك أن الإيطالية العجيبة لا يشعر بأي ثقة في ليا، ولم تكن هي بدورها تشاركه فيما يفكر به، فأخذت تنظر إليه دون أن يرمش لها جفن. فلتغفري لي،
أخذ يحدثها بصوت قد تحول إلى الرقة. سأقوم بتسخين المحرك وأكون في خدمتك يا أنستي. جلست والريبة تملأها بينما ذهب هو لإحضار حقيبتها، ثم أخذ يستعد للتحرك بالقارب. جلست ليا مجدودة إلى مكانها كطير صغير يستعد للطيران. شعرت بأنها مقدمة على فعل شيء غير مباح لها أن تقوم به. استقرت عيناها على البحار، بدأت تلاحظ حركات عضلاته المفتولة تحت جلده البرونزي، وهاتين الكتفين العريضتين اللتين تبدوان تحت فانيلته السوداء. ثم راحت نظرتها تفحص ساقيه الطويلتين الممدودتين أمامها وانتابها الخجل. لما رأت أنه قد أدار بصره إليها انتابتها رشفة ورفعت عينيها إليه، فرأت أنه كان يتأملها من جانب وجهه ويلاحظها، وبدون أي عناء أخذ يتفحصها من رأسها حتى قدميها. توقفت نظرته على رد فعلها عندما رأى النعل الرديء الذي تنتعله، ثم أرخى أهدابه الطويلة واستغرق في الصمت. احمر وجه ليا إذ كانت تظن أنه يجدها جميلة، لكن لا، لقد كان يقيم حسابها في البنك مسترشدا بما كانت ترتديه. لا تشغل بالك، لدي ما يكفي من النقود كي أنقذك أجرك. لم يرد عليها وأخذ يواصل تقييمه لها مع نفسه إلى أن انتهى عند كتفيها النحيلتين واللتين قد اعتادتا العمل، وتلك الأظافر الغير مطلية والمتقصفة القصيرة. رفعت ليا رأسها، لم يصبها الخجل رغم كل ذلك. أمتأكدة أنت من ذلك؟ لدي ما يكفي وزيادة لأدفع لك الأجرة. حركت رأسها بحركة سريعة، فانفك الرباط الذي يربط شعرها محررا جدائله البنية لتمرح فوق كتفيها. حان وقت الرحيل. كان يحدثها بصوت أصابته البحة. أخذت تجمع شعرها ثانية ثم ضمته مرة أخرى برباطه. خذي راحتك، كان يتكلم كالساخر منها. وأنت، هيا فلتقلع بهذا القارب. لم تكن تشعر أبدا أنها على راحتها. هل يمتلك جميع البحارة الإيطاليين مثل هذا التأثير الآسر؟ تحت أمرك يا أنستي، أخذ يشرح لها فجأة. يجب أن أخبرك أنني لم أتعود القيام بمثل هذا من قبل. فهمت لي في النهاية أنه حديث العهد بالمهنة، وبدلها عاطفيا جذابا بدون سبب واضح، فابتسمت له برقة. هل هذه هي المرة الأولى لك؟ الأولى تماما. أتمنى لك الفوز فيما تسعين لتحقيقه. أصابتها الدهشة من تلك اللفتة الكريمة والتي بدت منه، لكنها كانت بطبيعتها متحفظة. أجابته بابتسامة. أشكرك، أتمنى لك التوفيق والنجاح أيضا في حياتك. إنني في حاجة إلى قدر من الحظ. كان ينظر إليها من خلال أهدابه الطويلة السوداء واستطرد. إن فتاة صغيرة مثلك لا تبدي مثل هذا الاكتراث بالغير. حقا، إذا لو كان الاهتمام بالغير يتضاعف مع تقدم العمر لما كان لي أن أنشغل بأي شيء. أعاد قبعته إلى الخلف ليكشف عن خصلات من شعره الأسود الفاحم. بسيكاتوري ستجعلك تنسين كل ذلك. كان قد ابتعد عن ستيريزا وكان القارب يواصل تقدمه ببطء يكاد ينحرف عن الطريق. لقد كانت توصيلة تشبه السحر، لحظات ستظل تتذكرها إلى الأبد. تذكرت أنه لم يحول ناظريه عنها، وعندما بدأ يتحدث كان صوته حادا لدرجة أن ليا أصابها شيء من الصدمة تتغلغل في داخلها. جميلة للغاية. نعم إنها جميلة جدا، ويمكنك القول أنني لم أكن أعلم حتى بوجود مثل هذه الجزر. الجزر، رد عليها وشبه ابتسامة ترتسم على وجهه. ألم تسمعي أبدا عن جزر بوروميو؟ في الحقيقة لم أسمع بها أبدا. إنها أجمل من أن تكون واقعا ملموسا. وظهر على البحار تعبير غامض يشبه الصخر، ولكنها واقع ملموس بالفعل. هنا نعيش، هنا نموت،
نتحدث ونتجادل، نكره بعضنا البعض أو نحب بعضنا البعض، مكان طبيعي كأي مكان آخر. هو أنت، هل تأتين إلى هنا لتلحقي بحبيبك على ما أعتقد، أم لتبحثي عن حبيب؟ نطق الكلمة الأخيرة بصوته ذي البحة الغريبة وكأنما قد قبل شفتيها. أظن أنني أبحث عن حبيبة. كان يراقبها بشيء من السخرية. لا أظن أنك تخرجين من إحدى الأساطير القديمة، جنية من تلك الجنيات الساحرة. إنك تشبهين ملاكا صغيرا يأخذ قرص الشمس ويجلس بين السحب. هل أستطيع أن ألقي عليك سؤالا بهذا الخصوص؟ كان كلامه قد جمدها تماما في مكانها. إن للإيطاليين حقا رومانسية لا تقاوم. هل هذا هو لون شعرك الطبيعي؟ أخذ يواصل كأنها لن تجيب. إنه لضرب من الجنون أن تصبغي شعرك بهذا اللون البرتقالي. البرتقالي، شعر كزغب الجزر. لقد سمعت بتلك الأسطورة مرارا عندما كنت في المدرسة. لون العنبر كما قال الإغريق القدماء، العنبر بأقصى درجات جاذبيته، خاصة إن مررنا أيدينا عليه كالمحبين. ها هو ذا يخلب لبها. كيف يمكنها أن تقاوم تلك النشوة التي اجتاحتها مما سمعته منه الآن؟ عنبر، كم يكون هذا رائعا جميلا. وأخذ يكمل برقة، هذا العنبر يأسر غالبا تلك المخلوقات التعيسة التي تسقط في شراكه. لابد أنها هي التي أشعلت نظراته بهذه الدرجة. أخذ يكلمها وهو يأسرها بعينيه. إنه يقتنصها ولا يدعها تفلت بعد ذلك أبدا. واختارت لي أن تعيده بحزم إلى جادة الصواب. إن هذا يشعرني أنني محاطة بالخطر ويجب عدم التطرق لمثل هذه المواضيع. بالعكس، في إمكاننا أن نحب الخطر كما لو كنا ندمنه ونبحث عنه. بل الأفضل أن تنظر أمامك إلى الطريق. كانت تقاطعه بسرعة فأعادته إلى طبيعته. هذا هو ما أقوم به الآن. كان يرد عليها بابتسامة طويلة مجنونة تدفعها أن ترد عليها بالمثل. لا، ليس الأمر كذلك. أؤكد لك أن القارب قد حاد عن طريقه. استدارت حتى لا تتمكن من رؤيته وأخذت تثبت ناظريها على الطريق. لابد أن سيلينا تعمل في إحدى تلك الجزر البعيدة، جزيرة عائلة مازاردي. ببطء واجهته وسألته بنبرة حاولت أن تبديها طبيعية. كم من الوقت بقي لنا حتى نبلغ بسيكاتوري؟ أخذ الرجل يدرسها بنظراته لبرهة طالت دون أن يرد على تساؤلها. وقد اختلطت في عينيه نظرات الإعجاب بها والتطلع إليها، فاهتز جسده من فرط انفعاله. شعرت لي أنه على دراية كبيرة بالتعامل مع النساء، وبأنه قد اعتاد أن يأسرهن بقدرته الفاتنة. شعرت لي أنها لا تستطيع أن تقاومه بسبب جسده هذا والذي لا يقهر. أخذت تردد سؤالها بصوت مرتعش. سيكاتوري، لم تعد الجزيرة بعيدة. أخذ يجيبها بهدوء كأنما ظن أن الخوف سيصيبها. إنها هنا، انظري، تلك الجزيرة، فقط هذه. نعم، هذه هي جزيرة بسيكاتوري، جزيرة الصيادين. إنها هي المكان الذي تقصدينه. هذا لا يصدق. تصور أنني لم أكن أعلم أنني ذاهبة إلى جزيرة، وأنا التي كنت معجبة بمنظر القرية من بعيد. لقد كنت أبعد من أن أتبين هذا. يا له من جمال وروعة. ابتسمت لي بوجه امتلأ بالبشر وقد التمعت عيناها بكل البراءة. أعتقد أن بسيكاتوري توافق كل أحلامك، وأنك ستجدين فيها الكثير من المتعة. إنني قد أتيت إلى هنا للأسف لإنجاز بعض الشؤون الخاصة ببسيكاتوري. نعم، للأسف. هذا غريب، إنك لا تعلمين حتى إلى أين أنت ذاهبة. وفجأة توقف صوت المحرك تماما وأصبح الصمت يلفهما. همس إليها. أنستي، كانت تلك الكلمة لها رنة السحر، فقد كان تعبيرها عميق ومتدفق. فسألته بصوت متهدج، لماذا وقفنا؟
ربما لأن القارب قد أصابه مس من السحر مثلما أصابني. هل سبق لك أن أحسست بمثل هذا الشعور؟ هل سبق لك الإحساس بأنك أصبحت أسيرة فجأة؟ لا، بالتأكيد لا. أنا أيضا لم أصادف ذلك من قبل. وهل سبق أن رغبت أن يحدث ذلك أيضا؟ أحيانا، وأنا كذلك، ولكنني لم أترك لنفسي العنان إطلاقا. دائما كنت أفكر قبل أي تصرف، ومع ذلك مرة واحدة ليس أكثر من مرة واحدة في الحياة كلها. تلك الضربة المباغتة التي تهدم الحائل وتدك الحصون، أتفهمينني؟ إنك تتحدث بسرعة كبيرة. نعم أعلم، لكن ها هو ذا ما حدث لي اليوم، أليس كذلك؟ بلى، أتعتقد ذلك؟ يجب علينا أن نتلاقى. هل ستذهبين إلى فندق بوروميو؟ هل يمكن أن نتناول عشاءنا معا هذا المساء؟ كان يسألها، والرقة تملأ نبرات صوته، والخوف يبدو على نظراته. ردت عليه بصوت متهدج: هذا مستحيل، سأكون بصحبة شخص ما. كانت تشعر بالأسى أن ترفض طلبه. هي للأسف، أهو حبيبك؟ يبدو عليك مظهر امرأة لها محب عاشق سعيدة، لا تطيقين صبرا حتى تلاقيه، لكن ربما كان هذا مسلكك الطبيعي. أرجوك دعي القارب يواصل المسير. أوثقة أنت من ذلك؟ ألا يكون من الأفضل أن نلبثها هنا إلى الأبد وألا تطأ أقدامنا الأرض؟ ولكننا سنموت جوعا. ليس في الأمر كله مشكلة، سيأتي إلينا الصيادون بما نأكله، سيكون في الأمر مزايا أكثر مما فيه من عيوب. أية مزايا؟ سيكون لنا مطلق الحرية أن نفعل ما نشاء. سيصبح لدي الوقت لأتعرف عليك قبل أن يفسد هذا العلم نقاءك الرائع. كان يتحدث إليها بإخلاص شديد، وشعرت لي بالانجذاب نحوه. معجزة حقيقية يخيل إليها أنها تعرفه طوال حياتها، إنها تستطيع البقاء إلى جانبه إلى الأبد. حسنا، ما رأيك؟ وأخرجت لي تنهيدة عميقة: أنت تتوهين مني مع الأفكار وترخين تلك الأهداب البديعة، وأنا أهيم بك تعلقا وصرت أهتم بأمرك. ولكن لماذا؟ يبدو أن هناك ما يشغل بالك، دعيني أساعدك، أنا على ثقة أنني أستطيع أن أفعل شيئا. لا، إنني لست في حاجة إلى مساعدتك. أتظنين أنني لا أكتم السر؟ من الواضح أن رأسك مشغول بشيء ما صعب والشاق ينتظرك. إنك مشتتة الذهن، إنك حتى لم تلاحظي أنني لست بحارا لأحد القوارب المؤجرة والتي تقوم بالتوصيل. لم تلاحظي أنك صعدت إلى قارب خاص ليس للإبحار. فوجئت لي وفتحت عينيها عن آخرهما: فلتغفر لي، لم أكن أعلم. لا تهتمي بالأمر، كان يحدثها وهو يقترب منها، وكانت عيناه تلمعان بتعبير جديد. راحت لي تتراجع على مقعدها. لماذا؟ وبدون أن يتعجلها وقف في مواجهتها، ونظراته تقطر عذوبة ورقة، لكن تلك الرقة التي بدت منه لم تزل بعد مخاوفها. أمام كل هذه العذوبة كيف تجد القدرة لتصده عنها؟ قال لها: لا تترددي. وأخذت لي تشعر أن فمه يسحرها ويخلب لبها. حاولت أن تجيبه ولم تستطع أن تنطق بحرف واحد. راحت تنظر إلى أهدابه الطويلة السوداء، إلى شفتيه المرطبتين شبه المفتوحتين. مرر لسانه بين أسنانه البيضاء، فأخذت لي تقلده بدون تفكير، مأخوذة بالسحر المنبعث من هذا الرجل. غاصت في دوار ناعم لذيذ من عطره الجذاب الذي فاح من جسده، ومع ذلك يجب أن تقاوم ذلك الإحساس، فالحياة ليست هكذا. الحقيقة الوحيدة هي سيلينا والتي يجب أن تساعدها، وهؤلاء المسنين المسؤولة عنهم. وقررت المقاومة، وفجأة انقطع الصمت بحديثه: هل أنت مضطربة؟ نعم، أخشى أن أصل متأخرة إلى الفندق، أنا مرتبطة بموعد، لقد هالني أن زلت قدمي وأنا أصعد إلى قاربك بسهولة، كنت تستطيع أن تمنع وقوعي، والآن وقد اصطحبتني معك فإنه يتحتم عليك أن توصلني إلى البر.
لقد أعياني التعب. ما هذا الخليط العجيب الذي يربكني حقا؟ إنك حالمة ومضطربة، تمتلئين حيوية ونعومة على استعداد للتقبيل وفي غاية البراءة، كل في آن واحد. لم يعجبها أبدا ذلك التلخيص لشخصيتها، هي التي كانت تريد أن تبدو في نظره امرأة مجربة. فلتحتفظ بانطباعك لنفسك، أشكرك أنك سخيف بأمانة، لقد جعلتني أتقزز. كان أبعد ما يكون عن الغضب وارتسمت ابتسامة صغيرة على وجهه. ينصحون الناس بالمجيء إلى هنا لينالوا قسطا من التحرر، البعض يعتقد أن تلك البحيرات تؤدي إلى لم شمل المحبين، أما العلماء فلهم رأي مختلف، إنهم يرون أن الماء يحمل في طياته إيحاء جنسيا. أرى أنك قد تخطيت حدودك تماما وأنك تستحق صفعة على وجهك. وأنا لا أرغب في أفضل من ذلك، فأي نوع من الملامسة مع يدك سيكون متعة لي؟ سحبت يدها لتصفع ذلك الخد البرونزي، ثم أخذت تعتذر عن تصرفها. أوه اغفر لي. أفقدته الصفعة توازنه، بدت علامات أصابعها الحمراء على وجهه. آنستي المسكينة، لقد وصلت إلى قمة انفعالك، لك كل الحق ويجب أن أقلك فورا إلى الفندق، ومن يعلم قد تشعرين بتغير في رغباتك، من يدري. وأدار المحرك بسرعة. بعد لحظات كان قاربهما يصطدم برفق بحجارة الرصيف. كانت رحلة عبور مشحونة ذات عواطف متأججة. كم أجرتك؟ لا شيء، مستحيل، يجب أن أدفع لك. همس إليها، إذن قبلة، في هذه الحالة لن تحصل على أي شيء. بدأ كما لو لم يكن يفهم إجابتها. سوف أحصل على أجري في وقت لاحق، هذا لن يحدث أبدا. ستجدين الفندق في آخر هذا الدرب على اليمين، وعندما تكونين في حوض الاستحمام تأكدي أنني سأكون أفكر فيك حينئذ. كان أسلوبه يوحي بالابتسام. يبدو أنك في غاية الجد والحزم كما تشائين، لكن لا تنسي أن تنظري إلى البحيرة. لقد أسرت عيناه وعيني ليا، شعرت الفتاة الصغيرة بالرغبة في أن تبقى هنا، لا تجد القوة للابتعاد عنه. إلى اللقاء قريبا جدا، ألقى إليها الرجل بالتحية من قاربه. بالتأكيد لن يحدث ذلك، سأتجنب حدوثه إن استطعت. وبدأت ليا تتخذ طريقها إلى الفندق. سيلينا وضعت ليا حقيبتها على الأرض وفتحت ذراعيها لتستقبل أختها، وقد جاءت تجري نحوها واحتضنتها. إنني أنتظرك بفارغ الصبر، ولكنك قلت لي أن آتي هذا المساء. لقد تغير كل شيء، خذي مفتاحك، سنتحدث في حجرتك. ألا ينبغي أن تكوني الآن في عملك؟ لقد أخبرتهم أنني مريضة أو أي شيء من هذا القبيل، فقد أحسست أنني سألقاك ساعة الغداء، ولكن ها أنت ذي تصلين متأخرة، ما الذي أخرك؟ فالظروف لا تسمح بالتأكيد أن تقومي ببعض الجولات السياحية، وإنك لا تدركين ذلك. لم أكن أدري أنك تنتظرينني من الآن، لقد أخبرتني أن لقاءنا سيكون على العشاء. إنني لا أطيق صبرا، يجب أن يتصرفوا وحدهم، تعالي بسرعة فليس أمامنا وقت طويل. استمعي إلي، يجب أن تعودي إلى عملك قبل أن يلاحظوا غيابك، وعلى كل حال أنا الآن في غاية التعب، لنؤجل حديثنا إلى وقت لاحق، فلدي الكثير لأفعله. وماذا عني؟ ماذا عني أنا؟ لو تعلمين ما أمر به، إنه يهدد بإلقائي في السجن. قادت سيلينا أختها على درجات السلم وهي تصيح في طريقها بأحد العاملين. كأسين من الشراب، كمية مضاعفة، كأسين كبيرتين، أتفهم؟ ابتسم العامل إليها محاولا ألا تخطئ عيناه النظر إلى الفتحة العريضة على صدر ثوب سيلينا.
إنها كارثة، هل تتصورين ما كنت؟ لحظة من فضلك، إنني لم آكل شيئا منذ الصباح، إنني لا أريد شرابا بل أريد. لا عليك، سأقوم أنا بالكأسين، ها هي ذي غرفتك، أفرغي حقائبك بينما أتحدث إليك. خرجت ليا إلى الشرفة. كم هي رائعة الجمال جزيرتك هذه، جميلة لكنها سامة. ما هذا الذي تقولين؟ لا تنظري إلي هكذا، افعلي شيئا، أفرغي حقائبك واشغلي نفسك بأي شيء. لا أستطيع التحدث إليك بينما تركزين بصرك علي بهذا الشكل. إنهم يسمونها جزيرة مزاردي الرهيبة. حسنا احكي لي. قالت لها ذلك وهي تعلق في الصوان ثوبها الآخر والقميص والتنورة الجديدين. هل هذا هو كل ما أحضرته معك؟ لا تشغلي بالك إن كنت تشعرين بالخجل مني، فبإمكانك عدم رؤيتي إطلاقا ولتتوقفي عن انتقاد ملابسي. أليس لديك ملابس أكثر أناقة؟ نعم ليس لدي ملابس أنيقة، لم أكن مستعدة لتلقي دعوة من مزاردي هذا حتى أجهز ثوبا ملكيا. إن ما تنظرين إليه باحتقار هو أفضل ما لدي. لا تقولي أنك تلبسين مثل هذه الملابس للذهاب إلى العمل، فلا يمكن أن تمر بمكان دون لفت جميع الأنظار. لا إن هذا ليس صحيحا، لقد بدلت ملابسي قبل أن أركب السفينة لأن زي العمل الذي سلموه لي كان ذا رائحة لا تطاق. لم أعترض، بقيت ساكنة حتى بلغت الذروة، فما إن أهم بفتح فمي بأي كلمة حتى يكشر لي مزاردي عن أنيابه. حسنا ما الذي تقومين به في عملك غير كل هذا؟ أخرجت سيلينا زفيرا عميقا ثم راحت ترتمي بين ذراعي أختها تحتضنها. لكم أنا سعيدة برؤيتك، إنك تفهمينني على الأقل، الجميع يعاملونني كما لو أنني دمية غبية. نعم أنا أعلم أنه رد الفعل الطبيعي أمام ذلك الزي الذي ترتدينه. العمل حسنا إنه سيعجبك بالتأكيد وسيناسبك أنت. إذا عينت كمرشدة، أنا لقد عينت كمرشدة أقود جولات قصر مزاردي للسياح الإنجليز، إنه لعمل مضجر قاتل، إنك تقدسين مثل هذا النوع من الأعمال. لم أكن لأظل يومين لولا أن قابلت رونزو. واضطرت ليا أن تنتظر باقي الرواية، فقد دخل عامل الغرف يحمل إليهما الشراب وقالت له سيلينا: أضف هذا إلى حسابي، أشكرك. ابتلعت سيلينا دفعة من الشراب وكانت يداها ترتجفان بعض الشيء. هذا الشراب يشعرني بالقوة. حسنا الجزيرة يملكها مزاردي وأخوه الأصغر رونزو، إنها عائلة قديمة جدا تمتد جذورها عميقا، ويبدو أن القصر وما به من منقولات ومفروشات يساوي ثروة لا بأس بها. رونزو إنني أحبه، لا داعي لهذا الخوف، أعلم أن الأمر يبدو متسرعا بعض الشيء، لكنني أؤكد لك أن خفقة القلب حقيقية. مدت سيلينا يدها برقة، كان بنصرها يتحلى بخاتم به ماسة كبيرة. انظري لقد أعطاني هذا الخاتم. هل عقدتما الخطبة؟ إنكما لم تكادا تعرفان بعضكما تمام المعرفة، فكري قليلا يا عزيزتي، لقد انجرفت لطيشك مرة أخرى، ويجب أن تعلمي أن الانجذاب اللحظي لا يعني وجوب نجاح العشرة بينكما. هل أنت واثقة أنك تريدين العيش معه إلى الأبد؟ أرجوك لا تسدي إلي النصائح، ففي قائمة الاعتراضات أيضا نختلف عن بعضنا كليا، لا تنسي ذلك. الحق معك، إن كنتما متحابين فعلا فلا أعتقد أن يكون لكلامي أي تأثير، لكن فكري فيما هو آت، وأخوه ما هو دوره في كل ذلك؟ آين يا ليا، إنه وحش جبار، مصيم دائما يغار من رونزو. حبيبتي الصغيرة لولو، إنك أنت التي ستساعديننا بأساليبك الجميلة وبتصرفاتك التي تنم عن فتاة بالغة كاملة العقل، ستستطيعين إقناعه. إنك دائما ودودة، قالتها لي من بين أسنانها. إنه يكرهني، يعتبرني فتاة مغامرات، وهو المسيطر على كل ثروة العائلة، يتحكم في كل شيء،
إن عرض الزواج لن يجد رونزو سنتيما واحدا ولا مكان يأويه، لدرجة أنني قد عرضت عليه أن يلوث شرفي حتى يجبر أخاه على قبول الزيجة. بيد أنه صدم بشدة لعرض هذا، إنه يريد لزوجته أن تكون عذراء إلى يوم زفافه. حسنا، لأن إنني في حاجة إلى شيء من التسوية. رغم كل ذلك ولهذا السبب بالذات كابت عدة مشاكل مع الشبان، كان رفضي يثير جنونهم. إنني عذراء وهذا شيء حسن، لكن الآن أنا ورونزو إننا نريد الزواج بأسرع ما يكون. برأيي أنه يتحتم عليك أن تتريثي، الناس لا يتزوجون هكذا بعد 3 أيام. غدا سأذهب معك إلى الجزيرة وسأتحدث إلى مازاردي. لا، إن لم نتزوج على الفور فإن مازاردي سينفيني من الوجود، هذا مؤكد. اهدئي يا عزيزتي واتركيني أتصرف كما أرى، إنني أشعر بالأسى لما أنت فيه، كما إنني لا أرى أنه يستطيع فعل أي شيء مما تقولينه. ارتبت سيلينا على الفراش تنتحب وجلست ليا إلى جوارها. إنه كريه لا أخلاق لديه، إنه يعاملني كأحد كل ذلك لأنه رآني ذات يوم مع بحار، كان يأخذني في جولة في أرجاء البحيرة. لم يكن خطأ مني أن حاول التهجم علي، أليس كذلك يا لولو؟ لقد كدت أجن من مضايقته لي، وبلغ بي الحنق لدرجة كبيرة بعد ذلك، لكن مازاردي بالتأكيد لم يكن يريد تصديق أي كلمة أدافع بها عن نفسي. حسنا، سوف يستمع إلي أنا، أؤكد لك أنه سيغير من لهجته إن ظن أن نعم، وقد تصلين معه إلى نتيجة، ولكن بانتظار أن يتحقق ذلك لعلك تفهمين لماذا نحن في حاجة إلى النقود. إننا لا نستطيع الفرار لنتزوج ونحن لا نمتلك شيئا، وعندما نعود سيكون ماسيمو مجبرا على أن يتقبلني. لا، إنني لا أستريح لهذا الحل، إنه أسلوب غير آمن. ليس لدينا خيار آخر، إنه مستبد. إنك لا تعلمين معنى أن تتقربي من شخص مثله أو أن تجعليه يتقبلك. إنني أصبحت لا أنام. هل يمكن أن يكون أخو رونزو قد أحبك هو أيضا؟ أتسخرين؟ إنه بلا قلب، لو رأيته كما رأيته أنا للمرة الأولى، إنه حتى لم يعر أي التفاتة إلى الغمزة التي غمست بها له. سيلينا، لكن هذا لم يعد له أي أهمية الآن. أما رونزو فإنه فتى رقيق، وليس من المستغرب أن الجميع يفضلونه. لقد طردت العائلة ماسيمو من قبل. حسنا، فلنلخص كل هذا. لقد طلبت مني الحضور كي آتيك بالنقود التي تلزمك للهرب مع ذلك الإيطالي، وتريدين أن تلقي بي أمام الثعلب للدفاع عنك، حيث يجب علي أن أسوي الأمور مع هذا الثور الجبار والذي يشهد له الجميع بالسطوة والقسوة. نعم، إن ضخمنا الأمور ستصبح على هذا النحو. شكرا جزيلا. إذن همت لي أن تأخذ حماما منعشا، وبعد فترة كانت ترتدي ثوبا مريحا وجلست بجوار أختها على الفراش. حاولي إقناعه، كوني لطيفة في معاملته، كوني جذابة. أنا على ثقة أن مازاردي سينتهي به الأمر للإذعان لصوت العقل، ذلك إن تحدثت معه بذكاء. إنك لا تفهمين شيئا، لقد أوضح لي رونزو أن ماسيمو لا يتأثر بكلام الآخرين، إنه يكره أن يضغط عليه أحد. إن رونزو خائف لأجلي، نحن مجبران على الرحيل سرا. يا مسكينة، يبدو أن هذا الرجل نمر أرقط. إنني لم أصادف في حياتي إنسانا رهيبا مثله، صدقيني. إنني أصدقك، ولكن انتظري، اصبري فترة أخرى حتى. وقفزت الفتاتان من مكانهما عندما سمعتا طرقا على الباب. كانت لفافة من أجل ليا، أصابتها الدهشة وأخذت تحل رباط اللفافة، وجدت بداخلها علبة من المخمل. لابد أن في الأمر خطأ ما. احمر وجهها وهي تقرأ الكلمات التي سطرت على البطاقة، فتناولت سيلينا البطاقة من يدها لتقرأ. يجب أن أراك مرة أخرى، سأترك نفسي لأقع في الفخ.
في هذه الأثناء كانت ليا تفتح العلبة فوجدت في داخلها بروش أنيق من الكهرمان، ودق جرس الهاتف فقفزت من مكانها مرة أخرى. رعب، همست سيلينا وواصلت، لابد أنه ماسيمو. حسنا، هذا سيحل المسألة، سيضطر إلى سماعي. رفعت السماعة وردت بصوت متحفز، نعم هذا رائع، تعجبني النساء اللواتي يجبن حتى قبل أن يوجه إليهن السؤال. أوه لا، حسنا إنني أنا موجود بالطابق السفلي، لقد حجزت مائدة لشخصين، تعالي لتنضمي إلي، إنني في انتظارك والشراب معي لتقضي ليلتك الأولى بصحبتي في مشاهدة القمر، لقد رأيته يبدو في عينيك. لا أستطيع، فإنني لست وحيدة. فهمت. لا، إنك لا تفهم أي شيء، ليس الأمر كما تظن، استمع إلي، أنا لا أستطيع أن أقبل هديتك، تعالي لتقولي هذا الكلام في مواجهتي. اقتربت سيلينا لتستمع إلى الحوار وسألتها باهتمام، ما الأمر؟ سأنزل لأرد لك البروش، ولكنني لن أتناول العشاء معك. أقفلت الخط بيد مرتجفة واستدارت جهة أختها، لن أغيب طويلا. أرجعت البروش إلى العلبة فأخذت تبحث عن حقيبتها. قالت سيلينا، لا داعي للعجلة، بل تتناولي عشاءك مع صديقك الصغير، إنني أفضل النوم، لا أستطيع مواصلة الحديث أكثر من ذلك. هل شاهدت حقيبتي؟ لا. فلتبقي على هدوئك، كوني رقيقة، وقبل أن تهبطي أغلقي الستائر وأطفئي النور، سيكون من الخير لي أن أستريح وحيدة مدة ساعة، إنني في حاجة إلى ترتيب أفكاري. حسنا، وأنا سأتصرف مع هذا الدخيل، ثم سأكل شيئا من الطعام، وقد أذهب بعد ذلك لأقوم بجولة قصيرة. هيا إذن يا لولو، لا تتباطئي هكذا عزيزتي، لا يمكن أن أتركك وأنت في هذه الحالة، أرجوك إنني في حاجة إلى أن أنفرد بنفسي. أطفأت النور وفتحت باب الحجرة فوصلها صوت سيلينا، هل ستتركينني بلا مساعدة؟ بالتأكيد لا أيتها الغبية، أنت تعلمين تماما أنه يجب أن تثقي بي، كل شيء سيكون على ما يرام، سترين. هبطت درجات السلم ببطء، كان ينتظرها في البهو بهي الطلعة كأنه أحد آلهة الأساطير، ما إن ظهرت في المكان حتى ركز ناظريه على جسد الفتاة الصغيرة، التقت عيناه بعيني ليا، أخذ يسرع الخطوات المتبقية بينهما حتى واجهها، ثم مد لها يده، أعطته يدها وقد غشاها إحساس عاطفي عميق، وتركته يقودها عبر البهو، وفجأة أفاقت وتذكرت ما كانت تنويه. انتظر، قالتها وهي تضع العلبة في يده، لا أستطيع أن أقبل هديتك ولا أريد أن أتناول العشاء معك. تملكته دهشة قوية فأخذ منها العلبة دون اعتراض، هل هذا لا يعجب عشاقك؟ ألا تفكر إلا في هذا، حاول أن تفهم الوضع، إنني أعالج إحدى المشاكل العائلية مع أختي. تناول يدها مرة أخرى برقة كما لو كانت إحدى الأميرات، كان قد قادها إلى الشرفة، مائدتنا هنا إلى جوار حاجز الشرفة حيث تكون البحيرة تحت قدميك. غمرتها السعادة وغاصت في المقعد، قال لها مبتسما، لن أظل أناديك بأنستي، أليس كذلك؟ اسمي ليا، وأنا ماكس، في نخب عينيك البديعتين يا ليا، قالها رافعا كأسه. أخذت رشفة ضئيلة من الشراب، همس إليها، انتبهي، سألته بشيء من الخوف، انتبه لأي شيء؟ انتبهي، فقد تصيبني عيناك الجميلتين، فلتغلقيهما سريعا قبل أن أذوب في تعبيراتهما الأخاذة. انفجرت ضاحكة، إنك بلا شك مجنون، أعلم ذلك، لو رآني الناس الذين يعرفونني لأنكروني، إنك قد جمعت كل نجوم السماء في عينيك، يجب أن أتركك على الفور، يمكنك أن تدعي أختك لتشاركنا إن كنت ترغبين في ذلك، لا فهي تريد أن ترتاح.
قالتها ليا بشيء من السخرية ثم ندمت. لم يعد لديها عذر لتتخلص من صحبته. رفع ذقنها بطرف إصبعه يجبرها على النظر في عينيه. هل أبدو في نظرك منفرا إلى هذه الدرجة يا ليا؟ هزت رأسها بالنفي فنادى على الساقي. فلتلقي نظرة على قائمة الطعام. يكفيني أحد الأطباق الخفيفة. أريدك أن تطلب شيئا آخر، فإنني اليوم أحتفل بحدث عارض من نوع خاص. هل اليوم عيد ميلادك؟ فإن عيد ميلادي قد اقترب أيضا. لا، ربما في الحقيقة إنني قد اكتشفت، أو بالأصح أعدت اكتشاف شيء خاص جدا ونادر للغاية، بعض ذكريات العائلة. نعم، شيء مشابه لذلك. حسنا، في هذه الحالة. قطعتها تلك النظرة الملتهبة التي رماها بها، أخذ يمسك بيدها. أنستي الناعمة، ألم تواتيك الرغبة أبدا في الصعود إلى النجوم؟ خفق قلب ليا بشدة. توقف من فضلك. أخذت تتضرع إليه فسحب يده نادما وقال بصوته الناعم: للأسف إنني أعلم تماما ما الذي أبحث عنه، بينما أنت لا تعلمين أقل القيل عما تريدين. لأنني بلا شك أعلم ما أريد. أحد أطباق فاتحات الشهية كبداية، ثم طبقا من السمك على ما أعتقد. لم يستطع ماكس أن يمنع نفسه من الابتسام. لقد نجحت هذه المرة في كسر التعويذة. فجأة انتشر صوت مدوي عبر البحيرة. كانت أجراس قصر مازاردي تعزف السلام الملائكي. أخذت ليا تتأمل تلك الجزيرة الصغيرة، وظل ماكس يراقبها دون أن يحرك طرفا واحدا من أطرافه. ثم مال عليها وتناول يدها النحيلة يتحسسها، وأبقى يدها في يده حتى جاءت أطباق الطعام وقالت له: لن تتركني هكذا أموت جوعا. سحب يده وقد ارتسمت على وجهه شبه ابتسامة: لابد أنك كثيرا ما تقومين بغسل الصحون. أخذت تنظر إلى يديها وكفيها الخشنتين: نعم، تلال من الصحون. هذا هو عملك؟ إنني مسؤولة عن دار للمسنين. إنني أهب حياتي لوالدي ولثماني نسوة مسنات. لكن لا يبدو أن والديك قد كبرا في السن إلى هذه الدرجة. لقد توفي والدي في حادث قطار قبل مولدي، وتزوجت أمي ثانية عندما صار عمري عاما واحدا. وأنا أحب ليونيل للغاية، إنه زوج أمي. كان قد بلغ 50 عندما تزوجها، واليوم أصبح في مرحلة متأخرة من الشيخوخة. أما أمي فهي مصابة بالتواء في المفاصل. سألها ماكس بصوت قد ملأه الاحترام: وبالتأكيد أنت وأختك مسؤولتان عن كل شيء. لا، أنا أقوم بهذا بمفردي، تعاونني إحدى السيدات في العمل. واستطعت الرحيل، إنها لمسؤولية ثقيلة. معك حق، أتمنى ألا يكون الموقف في غاية الخطورة. لا، كنت أريد الرحيل لبضعة أيام فقط. إنني أفهمك تماما، فذلك النوع من العمل لابد أن يكون مرهقا للنفس كما هو مرهق للبدن. ولكن لماذا لا تقدم لك أختك يد المساعدة؟ إنه عمل لا يتوافق معها بالمرة، إنها كالزهرة البيضاء الخلابة، بينما أنا فواحدة من نباتات الحقل. بل أنت زهرة برية، إنك تخفين جمالك الرقيق وراء الظلال. هل شاهدت يوما إحدى الأزهار البرية ذات الساق الرفيعة نحيلة البراعم تلمع كالأظافر والقلب من الذهب الخالص؟ لن تقول ذلك إن رأيتني أقوم بتقشير البطاطس أو أمسح أرضية المطبخ. ولم لا؟ إن عملك شاق، وهذا لا يدعو إلى الخجل. إن يديك هاتين رمز لقلبك الكبير. تقولين أن أختك لا تساعدك، ألم تطلب منها أن تفعل ذلك أبدا؟ نعم، فهي لم تخلق لذلك. لكن ألم ترغبي أبدا في القيام بعمل آخر؟ طيرت التفاتتها خصلة من شعرها البرونزي فأعادت ليا بسرعة إحكام شعرها. أخذ ماكس يراقبها باهتمام: بلى، لقد بدأت أتلقى دروسا في علم البساتين. أتعلم شيئا عن هذا العلم؟ نعم،
إنه لشيء غريب حقا، إنك تبدو كالإيطاليين بينما تتحدث الإنجليزية بطلاقة، لا تشوبها إلا لكنة خفيفة لا تكاد تلاحظ. كما قلت لك، لقد عدت من الخارج منذ زمن قصير، لقد عشت في بريطانيا منذ كنت في 18. إذن فالأمر صحيح أنك لست بحارا، وهل يدهشك ذلك؟ لا، لا يهمني كثيرا هذا الأمر. ولما عدت إلى إيطاليا؟ لأن أبي قد مات. لمست يده برقة فرفع عينيه إليها وأخذ يواصل حديثه. ما الذي منعك من مواصلة دراسة علم البساتين؟ لقد كنت أقوم بالدراسة في مدينة أخرى، وفي أحد الأيام عندما عدت في إجازة دراسية علمت أن الألم قد اشتد على أمي، وأن داء مفاصلها قد أصبح يقعدها تماما عن الحركة، وارتبك المنزل. كانت أمي في حاجة إلي فبقيت إلى جوارها دون أي تردد. بالمرة، إنني أحب أسرتي، ألا ترى أنه من الطبيعي جدا أن نهتم بأهلنا وأن نرعاهم؟ ولكن كان من واجبهم أيضا أن يسمحوا لك، إنها تضحية كبيرة من جانبك. لا مطلقا، كان في منزلنا العديد من الغرف، فوتتني الفكرة بتأسيس دار للمسنين حتى تسد حاجتنا. إنني أحب جدا نزلاءنا وهم كذلك يحبونني، إنني لا أنسجم تماما مع من هم في مثل سني، بعكس أختي إنها تشبه أحد المذنبات الصغيرة. أنت تملكين شفافية الكهرمان ونقاء الذهب، إن الحياة المرفهة الرغدة لا تساوي شيئا. هناك من الرجال من يفضلون صفاتك، وكمثال رجل يائس من أخطاء الآخرين، رجل أذهله ما وجده فيك من رقة نادرة لا تتوفر إلا للملائكة. هذا الرجل المسكين سيصبح أكثر يأسا عندما يكتشف هؤلاء المسنين العشرة الذين أقوم برعايتهم. ليس هكذا، إن كان يتمسك بك كما أنك قد استطعت تحرير نفسك عندما أردت أن تأتي إلى هنا. لم أكن لأفعل ذلك في ظروف أخرى، لقد جئت إلى هنا من أجل أختي لأمي، إنها هنا منذ أسبوعين، لقد التقت شاب لكن عائلته لا ترغب في أن يتزوجها. إذن فالأمر كذلك. كانت نبرته غريبة، لاحظت لي ذلك وبدا فجأة وكأنه يشعر بوخزة ألم كحيوان قد وقع في الفخ. إنها عائلة واسعة الثراء، تخشى أن تكون أختي لا تسعى إلا وراء المال، لكن سيلينا ورونزو متحبان جدا، متحبان للغاية، هي على الأقل تخلص له الحب، إنني على ثقة من هذا. لكنها هنا منذ أسبوعين فقط. كان يسألها في غموض، أحست لي أن كل كلمة تنطق بها تبعده عنها دون أن تدري السبب في ذلك. لا أدري إن كان هذا الحب سيدوم، لكنني أرى أن من حقهما الحصول على فرصة، سيكون هذا أكثر عدلا وإنسانية. ولكن هل أختك اعتادت معرفة الرجال حتى تأخذ قرارها بمثل هذه السرعة؟ نعم، لقد تعرفت على العديد من الرجال، ربما يكون ثراء الرجل هو ما جعلها تشعر بحبه. لا أعتقد ذلك، فقد صادفت رجالا أكثر ثراء ولكنها كانت تصدهم جميعا، إنها غارقة في حبه. ألا تظن أن الحب أقوى من أي شيء؟ لا، هناك أشياء مهمة أخرى يجب أخذها في الاعتبار. بدا فجأة كأنما قد أصبح بعيدا عنها. إنني أعلم أن ذلك لن يكون سهلا وأنهما لا ينتميان إلى نفس البيئة والوسط أيضا، لكنهما يتبادلان الحب، وفي أيامنا هذه يمكننا التغاضي عما يختلفان فيه. بلا شك لا يمكن ذلك، قال ذلك صارخا وهو يضع كأسه على المائدة. لم أكن أبدا أكثر اقتناعا برأيي مثل هذه اللحظة بالذات، لا يمكننا أبدا الانتقال هكذا من وسط إلى آخر، من عالم إلى عالم مختلف تمام الاختلاف. لم أكن أتصور أن العائلات النبيلة من هذا النوع تبدي كل هذه الغيرة وهذا الاهتمام لحصر الزيجات فيها في إطار العائلة. إن كانوا لا يريدون لأبنائهم أن يكونوا أغبياء، فعليهم أن يتقبلوا من آن إلى آخر الزواج بأخريات من طبقة مختلفة.
على الأقل سيحفظهم هذا من المغامرين الذين لا يسعون إلا وراء المال. إنك لا تعرف أختي، ولا أعرف لماذا تتخذ هذا الموقف العدائي منها. أتمنى ألا يكون جميع الإيطاليين مثلك، يقتلون حرصا على إرثهم عميانا ويحكمون على الأمور بلا تبصر. قامت من مقعدها وأطرافها تضطرب بالشدة، ثم قالت بازدراء: سوف أضيف هذا العشاء إلى حسابي، فلا أريد أن تتهمني أنا أيضا بأنني أهتم بك سعيا وراء المال. كوميديا لطيفة، أحسنت، لقد خاب ظني للغاية، لا يفيد الجدال معك أبدا. على كل حال، ماذا يفيد ذلك؟ لقد أخطأت في الحكم على أختي، أما أنا فسأفعل كل شيء لأساعدها. جرت في الفندق حتى وصلت إلى درجات السلم كي تبتعد سريعا عنه. وصلت في ثواني إلى حجرتها، كان الباب شبه مفتوح، لابد أن سيرين نائمة. وجدت ليا زر النور فأضاءت المصباح وفوجئت بالمنظر الذي بدا عليه المكان، كان كل شيء مبعثرا بطريقة لا تصدق. بحثت عن حقيبتها فلم تجد غير جواز سفرها وقد ألقي في أحد الأركان، لا يمكن أن تكون هذه سرقة عادية. اعترتها فكرة أن تكون أختها قد اختطفت، لقد نفذ ماسيمو تهديداته بنسفها من الوجود تماما. رأت ليا رسالة قد تركت لها بالحجرة، التقطتها بيد ترتعش. هذا خط سيلينا، كتبت: إنني لم أخبرك بكل شيء، فالأمر أخطر من أن أدعك تعرفينه. انتظري اتصالا هاتفيا مني، أنا التي أخذت ملابسك وحاجاتك. لا تتصلي بالشرطة ولا تحيطي إدارة الفندق علما بما حدث. إن رأيت مازاردي فلا تقولي له شيئا، لا تتحركي من عندك وإلا سأدخل السجن مباشرة. أثق بها، هذا في غاية الصعوبة. راحت ترتب الحجرة لتشغل نفسها وقد أصابها الرعب من الموقف الذي وضعتها سيلينا فيه. أخيرا رن جرس التليفون، سمعت صوت سيلينا: آه أنت هنا، الحمد لله. إنك مجنونة. انتظري سأشرح لك، لم يكن لدي من الوقت لأكتب لك المزيد، كان يجب أن يتم كل شيء بسرعة، كان الموقف في غاية الخطورة، لم يعد أمامي أي خيار آخر، لم يكن بمقدوري مغادرة الجزيرة في سرية ومعي ملابسي وحاجياتي، كان يتحتم علي أن أخذ ما جئت به معك. سيلينا أرجوك، كان يتحتم تضييق الوقت على مازاردي قبل أن يهرع لمطاردتنا، يجب أن نغادر البلدة كلها. إنني أتضرع إليك يا لولو، أعدك بأن تكون هذه آخر خدمة أطلبها منك، اذهبي إلى الجزيرة وخذي مكاني، لن يكلفك الأمر سوى البقاء في حجرتي، تغلقين بابها عليك مدعية أنك مريضة. ماذا؟ لكنهم سيكتشفون هذه الخدعة على الفور. لا، لن يكتشفوا شيئا، أغلقي الستائر وابقي في الظلام، يتحتم عليك الذهاب. استقلي قاربا حتى القصر، ستدخلين من الباب الصغير الأصفر الموجود بالجهة الجانبية، حجرتي بالدور الأعلى في مخزن الغلال، إنها تشبه حجرة الفئران. ولكن سيكون الأمر سهلا، أتفهمين؟ لقد اعتاد رونزو على السفر عدة أيام من آن إلى آخر، لكن ماسيمو إن رأى أنني قد رحلت أنا أيضا فسوف يدرك حقيقة الأمر كله. لو تعلمين كم أنا خائفة يا ليا، كان على رونزو أن يأخذ النقود التي بالخزانة المصفحة الموجودة بمكتب مازاردي، فأبوه لم يترك له ما يكفي من المال، وبالتأكيد لن يحصل على أي أموال بعد الآن من ماسيمو، هو بالتأكيد لم يعرف بعد أن الخزانة قد أصبحت خاوية، وسيحاول بالقطع البحث عني والإمساك بي، سنختفي بضعة أيام، سامحينا، أرجوك سامحينا، لكنه قد أدخل في قلب كل منا الرعب والهلع. هل كان المبلغ كبيرا؟ مهول، ضربة العمر، ارحمني يا ربي. قطعت سيلينا الخط، لم يكن أمام ليا أي خيار، ستذهب إلى هناك مضحية بنفسها. أخذت ليا تحسب النقود التي وجدتها على الأرض، فوجدتها 1100 ليرة، هبطت بسرعة إلى بهو الفندق، وتركت مفتاحها في الاستقبال، ثم أخذت تسير في الدرب الضيق المؤدي إلى مرسى القوارب،
وأخذت تذكرة للذهاب فقط، حيث أن النقود لا تكفي للذهاب والعودة إلى جزيرة مازاردي. أملت أن تكون سيلينا قد تركت بعض النقود في غرفتها. أفاقت ليا من نومها فزعة على صوت المذياع، وحاولت أن تغلقه ولكنها لم تستطع، وفي النهاية فصلت الكهرباء عنه. خرجت إلى النافذة ورأت رجلا أنيقا يرتدي اللون الأسود، دفع مقعده واتجه صوب الدار. فجأة سمعت طرقات شديدة على الباب، لقد أتوا للبحث عن سيلينا. افتحي الباب وإلا سأحطمه. لكنني لم أرتدي ملابسي بعد. افتحي في الحال. لماذا؟ لا تتصنعي السذاجة. شعرت ليا فجأة بالخوف، أحست في هذا الصوت بالريبة والعنف. أخذ الرجل يرتمي على الباب بجسمه محاولا فتحه بالقوة، ومع آخر دفعة قوية انفتح الباب. ما إن لمحت ليا الرأس ذا الشعر الأسود الفاحم حتى قذفته بالمذياع بكل قوة. سقط الرجل على الأرض بلا حراك، كان فاقدا الوعي والدماء تنساب من بين خصلات شعره الأسود. جرت كالمجنونة إلى الحمام، أحضرت المنشفة وغمستها في الماء البارد. عندما عادت وجدته جالسا على الأرض ومالت رقبته إلى الأسفل، تجمدت من الرعب. إنه هو. تركزت عيناه على قدمي الفتاة ثم صعدتا بطول جسمها والذي غطاه ذلك الثوب من الساتان الأسود، ومرت بذلك الانحناء الناعم لبطنها لتصل إلى الصدر الأبيض الذي انكشف نصفه وتغطى نصفه. ثم أخيرا رأى وجهها. التمعت عيناه بالدهشة وهمس. ليا! راحت تبحث عن شيء تستر به جسدها، فجذبت ملاءة السرير ولفتها حول نفسها. جلست على ركبتيها إلى جواره وقالت له بصوت رقيق: سوف أعالجك. لقد أصبت بشدة. ليس الأمر في غاية الخطورة، جروح فروة الرأس تشفى بسرعة، لقد نجوت من الهلاك بمعجزة. لمست أصابعها مكان الجرح فأفلتت منه صرخة قصيرة، وأحاط خصرها بذراعيه فأحست بأنفاسه تلفح رقبتها. انزلقت أصابعه بطول رقبتها من الخلف، ولم يستطع انتزاع يده من تلك الحرارة النابضة الناعمة، وأدركت ما كان يفتنه. كان صدرها الذي يعلو ويهبط من شدة الانفعال، كان يرتجف. وأخذت ليا تتنهد بخفة، كان كلاهما ضائع في عالم من الأحاسيس النابضة، وهمس إليها. ليا! رفعت رأسها ببطء، واشتدت رغبة ليا أن يأخذها بين ذراعيه. أخذت عيناه الداكنتان تلتهمانها، احمرت وجنتاها، جذبت نفسها مبتعدة عنه. أخيرا أصبحت تمتلك جسدها. إنك تثير اشمئزازي. لقد كنت تستحق تلك الضربة. اخرج من هنا وإلا صرخت. وقف بسرعة على قدميه. أي هراء هذا؟ أتقولين أنك أنت التي ستلقي بي إلى الخارج؟ ماذا تظن إذن؟ هذا حسن جدا. أي تحول هذا من الأمس إلى اليوم؟ لقد تغيرت أساليبك وملابسك. أين إذن قد ذهبت الآنسة الصغيرة المهذبة؟ قد أكون تجاوبت معك برقة، ولكنني لا أترك نفسي بهذه السهولة. أستطيع أن أكون قوية عند اللزوم. آنستي، إذا كنت سرابا. إنك مثل أختك تماما، شيء ضئيل بلا أخلاق. لقد أصبحت تهذي تماما. على الأقل سيلينا تلعب على المكشوف، أما أنت فلا تستحقين سوى صفعة على تمثيل دور البراءة والقداسة. أخذ يتقدم تجاهها جاعلا إياها تتقهقر إلى الحائط. امتدت ذراعه تلف خصرها وأحنى رأسها إلى الوراء بالشدة، ولما استجابت له أخذ يخنق تنهداتها وصيحاتها بقبلة: وحش كاسر، إن لمسني مرة أخرى سأجعلك تندم. لقد فات الأوان يا آنستي، أنا فعلا نادم. أخبريني ماذا تفعلين في غرفة سيلينا؟ وأنت ماذا تفعل هنا؟ لدي أسبابي الخاصة. نعم، لقد رأيت ذلك بوضوح. لدي لتسيء فهمي. لدينا ما يكفي من الوقت. أنت الآن أسيرتي. ما الذي تريد أن تعرفه؟ ما تفعلينه هنا؟ لقد خاب ظنك حين لم تجد سيلينا هنا. نعم، بكل تأكيد. لقد خرجت سيلينا. إنني أرى ذلك بوضوح. وإلى أين ذهبت؟
ليست لدي أدنى فكرة. لا تلعبي معي لعبة القط والفأر، إنكما مبتدئتان لا أكثر. أخبريني أين هي؟ سبق أن قلت لك لا أعلم. هل كنت تعتزم التهجم عليها كما فعلت معي؟ أصيب بدهشة كبيرة. لا، لكنني أريدها أن تحضر إلى عملها في الوقت المحدد مرة واحدة. هذا هو الأمر إذن، وما دخلك أنت بذلك؟ إنك تعلمين جيدا أنها تعمل لدي. ارتدي ملابسك. إذن اخرج من الحجرة. إن لم ترتدي ملابسك فورا فسأقوم بإلباسك إياها بنفسي. الخيار لك. حسنا، انتظرني في الخارج. لن تغيبي عن عيني لحظة واحدة. لا تلمسني. حسنا، لقد فزت. ارتدت فستانا أحمر مفتوح الظهر له رباط خلف الرقبة. اضطرت أن تستدير ليربطه لها، لكنه شعر بسعادة غامرة ولم يضيع الفرصة ليلامسها ثانية. أخذت تحاول ضبط الثوب. دعي ذلك عنك، لا تحاولي إضاعة الوقت. من نبرة صوته والتي زادت بحتها فهمت أن الفستان برغم كل محاولاتها لم يتغير شكله المثير. انحنت لترتدي حذاءها ولم يدر بخلدها أن شعرها الغزير عندما سقط لفت نظره إلى صدرها. التقط ماكس أنفاسه بصعوبة وجذبها بسرعة إلى الأعلى. صغيرتي الفاتنة، إنك تبحثين عن المتاعب. دعني أرجوك، إنني لا أحاول أن أثير فتنتك. هيا تقدمي لنهبط إلى الأسفل. انتظر، سأربط شعري. أمسك بذراعيها وأنزلهما بعنف. إنك تؤلمني أيها الحيوان، ثم إنك تغالط جدا. أغالط؟ لقد أدركت أخيرا أنه لا يمكنني الثقة بأحد. استمع إلي جيدا. لدي شيئان صغيران أريد أن أخبرك بهما، وعندما أنتهي سأذهب إلى الشرطة للإبلاغ عن تهجمك وعنفك. فتح باب الحجرة وأومأ لها أن تتبعه. هل تقتادني لرؤية مزاردي؟ هل هو يتكلم الإنجليزية؟ لا تثيرينني أكثر من ذلك، فقد وصلت إلى قمة غضبي. أنا أفضل التعامل مع صاحب المكان نفسه. ستعيدين الكرة ثانية. دعي عنك تلك البراءة المصطنعة. إنك تدركين تماما أن مزاردي هو أنا. التمعت عينا لي بالدهشة. لقد صارت حقا في موقف مستحيل. لا تحاولي إقناعي بأنك لم ترتابي في شيء. إنني أعلم تماما أنكما قد رتبتما كل شيء معا، أنت وسيلينا. لقد نصبت لي الفخ الذي لم أتوقعه بأن تلقي أمامي بفتاة ساذجة ترتدي ثيابا عادية في غاية البراءة. ضربة معلم بحق، ووقعت في الفخ كالأحمق. اخرس، أقسم لك أنني لم أكن أعلم من تكون. لقد كنت أظنك بحارا عاديا كالآخرين. نعم، أي نوع من المصادفة أنه من دون القوارب التي كانت ترسو على الرصيف. اخترت قاربي بالذات. ذلك القارب الفخم أبعد القوارب عن مكانك والذي كنت تقفين فيه أيتها الكاذبة. لما رأى ذهول لي أخذ يحاول تقليدها متحدثا بلكنة ساخرة. أوه ماكس، لقد أصيبت أمي بالتواء في المفاصل. إن المسنين يحبونني حبا جما. لم أعتد التعامل مع من هم في مثل سني لأنني زهرة من أزهار الحقل. انحنت تسد أذنيها بيديها، فاقترب منها وراح يجذب يديها بقسوة. من كان يظن أن الأمر سيكون على هذا القدر من السخرية؟ لقد رأيت ما كنت أتوق دوما لتصديقه. امرأة تختلف عن كل الأخريات، دقيقة لا غرض لها. لكن لا، لقد تقابلت أخيرا مع من تطابقني تماما، من تمتلك القسوة وعدم الرحمة تحت قناع الملاك. انسابت الدموع من عيني لي. إنك مخطئ، إنني لا أستحق اتهاماتك هذه. أنت الذي كذبت علي. إنك لا تدعى ماكس بل ماسيمو مزاردي. إن كل أصدقائي يدعونني ماكس، لذلك فأنا لم أكذب. فكر كما تشاء، لكن صدقني عندما أقول لك أنه عند وصولي إلى إستريزا لم أكن أهتم إلا لسيلينا. لقد ارتكبت خطأ باختياري قاربك، وإنني لنادمة على ذلك. لن تبدأي ثانية. أعلم تمام العلم أنني قد أخلصت لك مشاعري الدفينة،
وإنني صرت أبدو كالأحمق الأخرق، وهذا هو ما لن أسامحك عليه أبدا. كل ما قلته لك حقيقي، وما عليك إلا أن تتأكد بنفسك من ذلك وسوف تستعيد الثقة بي. أخذت قدماها تضعفان عن حملها، وكان عليها أن تتكئ على المكتب حتى لا تقع. أتحاولين استمالتي وإضعاف عزمي؟ لا، ولكنني لم أتناول أي طعام. تناول ماكس سماعة الهاتف وراح يلقي ببعض الأوامر الموجزة، ثم راح يذرع الغرفة جيئة وذهابا. دخل شاب كان يحمل صينية عليها أقداح القهوة والشطائر الدافئة والعسل وبعض الفاكهة. ترك الصينية فوق المائدة وخرج. تناولي طعامك، سوف تتحدثين بعد ذلك وستدلين باعترافات كاملة، لكن أثناء تناول طعامك فكري جيدا. إنك أسيرتي وستظلين هكذا حتى تعود سيرينا. بلا شك، لكنك لا تخيفني يا سيد مازاردي، إنها ليست المرة الأولى التي أرى فيها أشخاصا مثلك. صحيح، إنك لم تعرفني بنفسك بالأمس. كنت تستطيع إخباري بأنني قد أخطأت حين سألتك أن أستقل قاربك. إنني نادم الآن أنني لم أفعل ذلك. لم يكن هناك داعي لأن تدعوني إلى العشاء، هل كنت تخشى أن تقضي الليلة وحيدا؟ لم يكن لدي شيء آخر أقوم به أفضل من ذلك. إنك لوقح للغاية. لي، ها أنا أضيع وقتي معك، إنك تعمدين إلى إضاعة الوقت. لا أفهم شيئا. إن أختك اختفت، أخبريني أين هي، يجب أن نعيدهما قبل أن يرتكبا أي حماقة، كأن يتزوجا مثلا. اسمعيني، زواجهما لن يكون إلا مصيبة. لقد أوضحت لي سيلينا أنك متكبر وعنيد. إنك لا تعلمين شيئا، إنك تثيرين جنوني بهدوئك هذا. إنني أمنحك فرصة أخيرة ثم سأستدعي الشرطة، لن أدع أخي يتزوج من لصة. أختي ليست لصة، لقد استولت على محتويات الخزانة. ليس لديك أي دليل ضد سيلينا، كيف تتمكن هي من فتح الخزانة؟ رونزو لديه المفتاح، لقد تمكنت من إقناعه من مساعدتها. وهل تظن أن رونزو ليس قادرا على الاستيلاء على النقود بمفرده؟ وهل تستطيعين إخباري بما حدث لجواهر جدتي؟ إنك تكذب. انظري إلي جيدا، إنك تنظرين إلى رجل قد أعمته ثورة الغضب. أقسم لك أنني لا أعلم أين هما الآن. إنك صادقة تماما، لا أستطيع أن أقول العكس. سنرى كم من الوقت ستتحملين في الدفاع عن عائلتك. ستبقين هنا حتى تعود أختك، ستقومين بعملها. لا تستطيع أن تجبرني. لا، ولكن باستطاعتي استدعاء الشرطة. أختك مهددة بالسجن، هل تعتقدين أنها فكرة سديدة؟ لا، معك كل الحق فيما تقول، ولكن ستعملين من العاشرة حتى السادسة 7 أيام في الأسبوع. وماذا عن مرتبي؟ المرتب جيد، ولكنني سأحتجزه. لقد سرق مني مال كثير، أنت ضماني الوحيد، ولكنني لن أستطيع أن أرده لك حتى لو عملت عمري كله. زي العمل الخاص بك على المقعد، أريد أن تكوني هنا في ظرف ربع ساعة. اذهبي عن طريق سلم الخدم، يجب أن تسلكي نفس طريق التسلل المسائي. آسفة يا سيدي، إنني لم أعتد فعل مثل هذه الأمور. تلك الطريقة التي تتحدث بها تذكره بطريقة حديثها إليه على القارب. لا تلقي إلي بتلك النكتة السخيفة. آسفة يا سيدي، سأكون أكثر موظفيك تواضعا طالما تريد ذلك. إنك تحتجزني هنا مهددا إياي بالفضيحة، لكنك لن تستطيع أن تحطمني. وابتعدت مسرعة تفخر بنفسها، كانت خصلات شعرها البني تنسدل على ظهرها دون أن تدري أن ثوبها الفاتن يضفي على مشيتها شيئا من السحر. راح ماكس يتابعها بعينين مأخوذتين حتى اختفت عند زاوية المبنى. ارتدت لي زي العمل، يجب أن تسرع، فمازاردي ينتظرها في الأسفل. ما إن بلغت جدار القصر حتى رأت أن ماكس كان غارقا في أفكار غامضة. اقتربت لي بنشاط بالغ.
أزيو، جميل جدا، لديك ذوق رائع. إنه أبي الذي اختار هذا الزي. هل عدت إلى هنا لحضور جنازته؟ لم يخبروني في حينه، لم يستدعوني إلا عندما أصبح رونزو غير قادر على إدارة أعمالنا. هيا بنا. مشيا بخطوات سريعة دون أن يترك ليليا الوقت المعتاد لتعتاد على المكان. قف أرجوك، لا أعلم إن كنت تفعل ذلك عن عمد، ولكنني لا أفهم شيئا هكذا. لا عليك، إنني لا أتوقع الحصول على مساعدة أفضل من الأولى. إنني في الوقت الحالي أحيطك علما بالمكان فقط، بعد ذلك سوف تتابعيني في الجولات مع السياح وسترين كيف يكون التعامل معهم. تاريخ القصر كله ثم إعداد نسخة مصورة منه، تستطيعين دراسته أثناء ساعة الراحة. حسنا، سأحصل على ساعة للراحة إذن. على ألا تكون ساعة كل منا مع الآخر. بلا شك أثناء ساعة الغداء بإمكانك التوجه إلى بسيكاتوري لتحضري ملابسك من الفندق. حسنا، إنها فكرة جيدة. لا تتباطئي هكذا، إنني في عجلة من أمري. أنا ما الذي يحدث؟ إنني أجاهد حتى أمنع نفسي من البكاء. هذا لن يفيد بشيء، أعلم ذلك. قد يفيد بعض الشيء، قالها وهو يتنهد ممسكا بكتفيها يحاول تهدئتها. أنت ترفض أن تصدقني، بالأمس لم أتمكن من الاتصال بأهلي، إن والدي سيقلقان أشد القلق. سامحيني، قالها ببعض الصعوبة، اتصلي بهم فورا. لكن الاتصال الآن تعرفته باهظة الثمن. قلت لك اتصلي فورا قبل أن أغير رأيي. ظل ماكس مع ليا طول المكالمة، تحدثت ليا إليهم وأخبرتهم بأنها ستمد الإجازة عدة أيام أخرى. إذن الأمر حقيقي، إنك مسؤولة عن دار المسنين، علق ماكس بعد أن أنهت المكالمة. بالتأكيد، ربما أكون قد أسأت الحكم عليك، فمن الجائز أنك غير مذنبة إلا ذنبا واحدا هو عدم الفطنة. الأحداث ستثبت لنا ذلك، لقد حان الوقت لبدء الجولة السياحية الأولى لك. بعد أن انتهت الجولة قال لها ماكس، أتشعرين بالتعب؟ هل حان وقت الغداء؟ نعم، أسرعي إلى بسيكاتوري لتنهي شؤونك المعلقة هناك. ذهبت بسرعة ثم استدارت فجأة. ماكس انطلق يعدو إليها كالسهم، جذبها نحوه بهدوء ورفع رأسها إليه بحنان. الرسالة التي قرأتها في عينيه كانت تمتلئ بالحنان والحب، اقتربت شفاههما. ليس معي أي نقود، لا وقت لدي لأصعد إلى حجرتي مرة أخرى. هل يمكن أن تقرضني المال؟ وضع يديه أسفل ظهرها وضغط الفتاة الشابة إليه وقد امتلأ بالرغبة، اشتعل جسدها كله لملامسته. وما الذي ستعطينني بالمقابل؟ هذا يساوي قبلة، لا داعي أن تبدو عليك آثار الصدمة، هذا هو الثمن الذي عرضته على أختك مرة لنفس الطلب. هيا إذن، فالوقت ضيق، أريد أن أرى أي تضحية أنت مستعدة لتقديمها لتحافظي على طهارتك التي تتظاهرين بالحفاظ عليها. إنك رجل فاسد، كل ما تسعى إليه هو قبلة. لكنني أفوز دائما. ثم انحنى برأسه الفاحم نحو وجه الفتاة الشابة. خذي النقود وارحلي الآن. فرت من أمامه، تأكدت الآن أنها فقدت كل احترامه وهي التي كادت تقنعه ببراءتها. نهارك سعيد يا آنسة ليا، ألقى موظف الفندق التحية إليها. لقد ظننا أنك رحلت فلم نجد أي من حاجاتك، أسرعت تفسر الأمر. إنني أعمل لدى السيد مازاردي واستطعت الانتقال هناك بالأمس، إن جاءتني أي رسائل هل بإمكانك إرسالها لي أو إخباري بها في الجزيرة؟ تعرف الموظف على الزي فصدقها. نعم، حسنا، هل أعد الفاتورة؟ لا، أعني لا أستطيع أن أدفع لك الآن، فليس معي نقود. لكن يجب أن تدفعي الآن. نعم بالتأكيد، يجب أن تثق بي، كل ما في الأمر أن النقود التي أنتظر أن تصلني لم تصلني بعد.
سأثق بكلامك، إن هذا لجنون، ولكنني أشعر أنك صادقة. هذه يدي ممدودة إليك، شدي عليها وليكن هذا عهدا بيننا، اتفقنا. يمكنني أن أرد لك النقود بطريقة أسرع، هل من الممكن أن ترتب لي عملا معكم في الفندق؟ لا، ليس لدينا عمل، لكن يمكنك الذهاب إلى هناك حيث توجد المقاهي على ضفاف البحيرة. وجدت عملا في مطعم كان عليها خدمة الزبائن وغسل الصحون. وصلت ليا إلى الجزيرة متأخرة عن موعدها، فقال لها ماكس: إنني أنتظر منك تفسيرا. وأؤكد لك أن ما حدث اليوم هو عارض طارئ فقط. هذا العذر كانت سيلينا تقدمه كل مرة، ولكن مع اصطناع شيء من البراءة والسذاجة. حسنا، اتركني إذن، على الأقل سأجد حريتي. اختلج جسده لسماع هذه الكلمات. لا، لن أدعك تذهبين، إنني لم أسمح حتى لسيلينا بالذهاب، وهذا هو فصل الخطاب. نعم، لقد تساءلت كثيرا عن السبب. أتركها تذهب فيتمسك بها رونزو، إنني لست بمثل هذا الغباء. لقد أردت أن أدفعها لترحل بنفسها، لقد جعلت حياتها مستحيلة حتى استطاعت أن تنجو بنفسها. ما لم أعمل له حساب هو أن تحرض رونزو على اللحاق بها. هيا بنا لنعود إلى العمل، غدا ستقودين المجموعات وحدك وسأتابعك طوال اليوم. بعد أن أنهت عملها ذهبت لتدرس المذكرة التي أعطاها لها ماكس عن تاريخ القصر. وجدت سيدة مسنة تمد يدها بالطعام لزوجين من الطاووس. إن هذه حديقة خاصة. أعلم، إنها في غاية الروعة، أليس كذلك؟ تعالي سأصطحبك إلى مكان آخر. لكن لماذا؟ من أنت؟ أنا ليا، أحد المرشدين في القصر. جاء الخادم وقال للسيدة: السيد مازاردي يسألك الانضمام إليه في الصالون. لا تقلقي، إنه مالك المكان، لابد أنه رآك تدخلين إلى الحديقة، إنه لن يجرؤ على معاملتك بطريقة غير لائقة. إنك رقيقة للغاية. ما إن رأت ليا ماكس لم تعطيه الفرصة للكلام. كن لطيفا معها أرجوك. إنها لا تستحق ذلك، لقد جعلت الطاووس بدينا. لا تسخر منها، لا أجرؤ على ذلك. إنني لا أرى أي شراب هنا، صبي لي قدحا صغيرا، إنك لملاك. نظرت ليا إلى ماكس فأسكتها بإشارة من يده: الشاي أفضل لصحتك، إنك تعلمين تماما أن الطبيب منعك من الكحولية يا جدتي. فقفزت ليا من مكانها. ابتسم ماكس لما رأى الحالة التي هي فيها. حسنا، يجب أن أذهب الآن. عندما حان موعد العشاء ارتدت أحد فساتين سيلينا وكان ملتصقا جدا بجسمها. سمعت طرقا على الباب. ليا، هل أنت جاهزة؟ لقد أرسلوني للبحث عنك. صباح الخير، أقدم لك نفسي، أنا جيد وايت. وصلوا إلى قاعة الطعام، وبعد انتهاء الطعام اقتربت من جيد وهمست في أذنه: جيد، نعم، هل يمكنك إقراضي بعض المال لأستقل القارب؟ سوف أرد لك النقود في الصباح. لا مشكلة في ذلك، ألا يلزمك أي شيء آخر؟ لا، شكرا وألف الشكر. وضع جيد النقود في يدها تحت المائدة. أخذت تعبر البهوة بسرعة. في اللحظة التي أرادت فيها فتح الباب أمسك ماكس يدها: لا تسرعي هكذا. حسنا، هل قمت الآن بغواية جيد؟ معذرة، جيد لم ينزل عينيه عنك. أغلب الظن لقد بدأت ألاعيب أختك. أريد أن أعرف لماذا كان يضع يده أسفل المائدة. لا أفهم، لقد كنا نتحدث. ووجهك على كتفه، إنه لم يكن يريد أن يستمع أحد إلى حديثنا. ليخبرك مكان حجرته، هذا لا يطاق. ليلحق في معرفتي كل ما يدور تحت سقف منزلي. بلا شك أنا ذاهبة إلى بسيكاتوري. إنني معجب بنشاطك وطاقتك. نظرت إليه بعينين متألمتين. لا تنظري إلي هكذا. خرجت وصفق ماكس وراءها الباب بشدة. بلغت الساعة 3 صباحا عندما عادت ليا إلى جزيرة مازاردي. بدا الطريق حتى حجرتها أشبه بصعود جبل. رفعت ثوب سيلينا والذي ترتديه إلى ما فوق ركبتيها
فكت رباط شعرها وخللت بيديها خصولات الشعر، ثم وصلت سيرها في الظلام. عندما رفعت رأسها رأت شبحا أسود يقف بلا حراك ينتظرها عند مدخل السلم. مزاردي، هذا كثير! انثنت ساقاها من تحتها وانزلقت ببطء على الأرض. لبث يتأملها في مكانها طويلا. هل كان حبيبك هذه المرة أكثر نهما وإنهاكا وعنفا عن المرات السابقة؟ اخترقتها كلماته. بقيت جالسة مكانها وجسدها يرتجف من التعب. هيا! رفعت ليا رأسها لما أحست بالأمان في صوته. مد لها يده، أخذ يسندها وهو يبقي على مسافة بينهما. فجأة توقفت ليا. انتظر، تفضل، هذه هي النقود التي قد اقترضتها منك. ضرب يدها بحركة عنيفة فطارت النقود وتناثرت على الأرض. فجأة فهمت ليا والتمعت عيناها بالخوف. إنه يظن أنها حصلت على المال لأنها كانت مع أحد الرجال، فأغمي عليها. وعندما استعادت وعيها كانت في سريرها. كان هناك شبح يقف بجوار الفراش. أفلتت منها صرخة. إنه أنا، هذا يشعرني بعدم الأمان. إنك مخطئة تماما. من صعد بي إلى هنا؟ أنا. كيف تجرؤ على أن تخلع عني ملابسي؟ لم أتعدى حدود الأدب، صدقيني. والآن استمعي إلي، سأعطيك نصيحة كثيرا ما نصحت بها سيلينا. احتفظ بنصائحك لنفسك، إنني سأنام. لا، ستستمعين إلي. إنك تبخسين من نفسك يا ليا. كل رجل جديد تقابلينه تفقدين معه جزءا من نفسك. إنني أتوسل إليك أن تمتنعي عن هذه اللعبة الحقيرة قبل فوات الأوان. اخرج من هنا. أخذ يجذبها من ذراعها لتعتدل جالسة نسيا أنها عارية. انزلقت الملاءة فانكشف جسدها الأبيض. ترك ذراعها كأنما قد حرقه ملمسها. كان كل منهما ينظر إلى الآخر وقد اشتعلا بنفس الرغبة. غادر الحجرة سافقا الباب خلفه. لم يدركها النوم إلا في الخامسة صباحا. أخذت قرارا بأن تخبر ماكس كل شيء في الصباح، ولكنها لم تجده عندما نزلت إلى الشرفة. انتظرت جيد وسألته: أين ماكس؟ لقد رحل إلى ميلانو، يبدو أنها رحلة عمل. مر اليوم ببطء حتى أنهت عملها في المطعم وهي عائدة إلى القصر. رأت أضواء قارب صغير قادم من البحيرة. استمعت إلى صوت ماكس الحديدي من خلفها: حسنا، ليلة شاقة أخرى من العمل، أمتعبة؟ لم تستطع الجدال معه وقررت أن تنهي هذه المهزلة في أقرب وقت. خلال 3 أيام منهكة كان يتجنبها ولم يظهر أي أثر لسيلينا بمرور الوقت. أضعف إيقاع العمل المتواصل مقاومتها، ففي اليوم الرابع لم تستيقظ في الموعد المحدد. وليعاقبها أمر ماكس أن تقوم باقتلاع الأعشاب الموجودة أسفل النخيل. وجدها جيت فأخذ يساعدها حتى جاء ماكس وطلب منه الانصراف ليتحدث مع ليا. إنني لا أفهم، إنك تمتلئين بالمتناقضات. تؤدين عملك بإتقان، تبدين ملتزمة أثناء النهار، ثم في المساء تلبسين ثوب الشؤم فتبدين كامرأة ليل، ولا تعودين إلا مع الخيوط الأولى للفجر. فلتفسري لي ما يحدث. حسنا، لا، سأنصرف، لا تهتم بالأمر. انصرفت مسرعة، وأثناء عملها في المطعم اصطدمت بشخص ما بقوة فأمسكها ليمنعها من السقوط. كان هو ماكس. أخذ قلبها يخفق بشدة. متى ستنتهين من عملك؟ عندما ينتهي غسل الصحون. انتهى العمل أخيرا، تستطيع الانصراف الآن. ولكن في الطريق خرج شبح من تحت إحدى الأشجار ليقطع عليها مسيرها، وكان ماكس. تعالي. كانت متعبة جدا فأطاعته. أخذ ماكس يقود القارب ثم أوقف المحرك في منتصف الطريق. ها أنا ذا أستمع إليك. لنبدأ من البداية. إنك تعملين في المطعم منذ أول يوم. بلى. إذن هذا سبب عودتك متأخرة كل ليلة.
هزت رأسها بالموافقة. ولم بالله عليك لم تخبريني بشيء؟ لم تدع لي الوقت لأخبرك، كنت قد كونت رأيا بالفعل يجيب عن تساؤلاتك. كنت قد فجعت في الليلة الأولى، كنت تبدين ثمينة تماما من الإنهاك، من الإنهاك والتعب. أيتها الحمقاء الصغيرة، لم التحقت بهذا العمل؟ لم يكن معي نقود وكان يجب أن أدفع فاتورة الفندق. لابد أنه كان بحوزتك نقودا عند حضورك. نعم، لكن سيلينا، حاول أن تفهمها، كانت في غاية الخوف. بينما كنت أتناول العشاء معك في الليلة الأولى، رحلت وأخذت معها ملابسي ونقودي وكل شيء. رباه، إن هذا مريع. أخذها بين ذراعيه ودفنت لي رأسها في صدره العريض، تتألم أنها غدرت بأختها. راحت تبكي وهو يمسح على شعرها، أصبح صوته رقيقا، راح يطبع قبلات صغيرة بطول رقبتها، وأخذ يتحول دون أن يشعر من الحنان والربط إلى عناق ملتهب مستعر. ابتعدت لي عنه. توقف لي ماكس، لم نخلق ليكون كل منا للآخر. لا، لقد خلقنا لبعضنا البعض. هذا مستحيل، في الحقيقة أنا لا أحبك. هذا ما لا يخبرني به صوتك. كان يهمس بهذه الكلمات الأخيرة وبإصبعه راح يمسح ذراعها العاري. ردت بصوت خفيض كالهمس، لأنك تعرف كيف تكون فاتنا خلابا، ولأنني لا خبرة لي بمثل هذه الأمور. هذا ما ظننته بالفعل. هذا لا يعطيك أي حق علي. إنك منهكة الآن، لنعود إلى القصر، وغدا سأبعث أحدا ليدفع فاتورة المنزل. لا داعي لأن تذهبي للعمل بالمطعم مرة أخرى. لا يمكنني أن أسألك هذا، وأنا لا أستطيع أن أراك تضحين بنفسك من أجل أختك. إنها معرضة لسجن 10 أعوام على الأقل. إنني سأفعل أي شيء لأمنعك من أن تزوج أختي في السجن. سيلينا مسؤولة عن أفعالها. أستحلفك ألا تشرك الشرطة في هذا الأمر. سأفعل كل ما تريد. إنني أعلم تماما ما أريده، ما يجعلني أنسى كل شيء. أريد أن أكون أول من يعلمك الحب. أريد أن أرى على وجهك بريق السعادة، أن أتعرف عليك. لا أريد أن يطغى أي شيء على هذه السعادة. إنني متعبة للغاية، ولا أستطيع رؤية الأمور بوضوح الآن. فلنبقى معا بعض الوقت. الرحمة. بدون أن ينطق بكلمة قام من جوارها. عندما وصلا قال لها بصوت يخرج بصعوبة، فلتصعدي إلى حجرتك وحيدة. سأتألم بشدة لأنني لا أستطيع أن أتبعك. في اليوم التالي أتاها باولو حاملا رسالة من ماكس يدعوها لتناول العشاء في الصالون في 7. عندما فتحت الباب وجدته أمامها. كم هو فاتن. مساء الخير يا ماكس. مساء الخير، ماذا تشربين؟ بعض من الشراب العادي. ستأتي جدتي في غضون دقائق. ماكس. نعم، إنني أرجوك أن تنتظر عودة سيلينا ورونزو قبل أن تبلغ الشرطة رسميا. هناك شيء واحد فقط يجعلني أغير رأيي. أن يتم تغيير عقلك بعقل جديد. لديك ردود بارعة. قالها بابتسامة حزينة ووضع كأسه وراح يتناول يديها بين كفيه. إنه أنت إليا، من يستطيع أن يجعلني أرى الأمور بصورة مختلفة، وأنت تعلمين جيدا كيف يمكنك ذلك. هذه هي طريقتك لغوايتي، لكن حبك هذا لن يدوم في مثل هذه الظروف، الظروف التي تفرضها. إنك لمخطئة، إنني دائما ما أحظى بعلاقات وطيدة تدوم طويلا. أكيد كانت لا تريد أن تعلم شيئا، وخاصة أن تتخيله في أحضان نساء أخريات. جثى على ركبتيه في مواجهتها وراح يقبل يدها برقة. ليا، كفي عن المقاومة. إنني أشعر من نبضات جسدك أنه يمكن أن نتفاهم، وإنه إن تركتني أفعل فسيصير كل شيء صافيا رائقا.
أخذ يطبع قبلته على ركبتيها. لا يا ماكس، أنا لست دمية تلهو بها ثم تلقيها، فسوف أهب عذريتي لزوجي ولزوجي فقط. أخذ يرجوها كثيرا، ثم قام في نفس اللحظة التي دخلت فيها جدته إلى الغرفة. بعد العشاء تركته ماليا، ولكن ما إن ابتعدت حتى سمعت ماكس يناديها: انتظري، أريد أن أنبهك أنه قد تم تغيير مكان حجرتك. ولكنني لم أطلب شيئا. لا يمكن تركك في الحجرة العلوية بعد الآن. أشكرك، ليلة سعيدة. دعيني أدخل، أريد الحديث معك. الحديث في أي شيء؟ أنت تعلمين تماما ما أريد أن أطلبه منك. ما إن اقترب منها حتى تقهقرت بعيدا عنه. ليا، إنني لا أفهم لما تعذبينني هكذا. أنا أعلم أنك لا تختلفين عني في أحاسيسك. أنا لا أختلف عنك في شيء واحد، أن كل منا له مسؤولياته. كل حياتي كانت لدار المسنين، وأنت لديك مؤسستك. ولكنني في حاجة إليك بكل دقيقة. كل دقيقة بدونك هي عذاب لي. إنني لا أستطيع أن أفكر بأنك سترحلين من هنا وكأن شيئا لم يكن. هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها من يرفضك، ولهذا لا تستطيع أن تصدق. أتفضلين عشرة مسنين على الحياة معي؟ نعم، أفضل ذلك. ألجمه الجواب برهة من الوقت. إذن ارحلي غدا، لا أستطيع أن أراك أكثر من ذلك. نظر إليها مرة أخيرة بيأس، ثم خرج من الغرفة وبقيت ليا وحدها، واستحال عليها النوم. وقفت في النافذة، رأت شبحان يسيران في اتجاه القصر، إنهما سيلينا ورونزو. جرت على درجات السلم لتقابل أختها فاحتضنتها. لولو العزيزة، ما الذي حدث؟ إنني لم أرك بمثل هذه الحالة من قبل. قطع عليهما فجأة صوت بارد كالثلج. لا أريد أن أزعجكم، لكنك مدين لي ببعض التوضيحات. رونزو، اتبعني إلى مكتبي. سألت سيلينا ليا: هل أذاك؟ نعم ولا. هذا رد عجيب. تكلم ماكس. حسنا، من الذي أخذ النقود؟ رد رونزو: أنا. لقد كنت مدينا، وكان علي أن أخذ من الخزانة ثم أقوم بتزوير الحسابات. أنا الآن نادم أشد الندم، ولن أطالبك بغير العدل، فسيلينا ستنتظرني إلى أن أخرج من السجن. أخذ ماكس ينظر إلى سيلينا. لم يبقى معه سنتيما واحدا، لم يبقى له سواك. ليس لذلك أهمية، سنبني حياتنا معا. قال رونزو: ماسيمو، أؤكد لك أنني كنت الرجل الأول في حياة سيلينا. حسنا، لقد أسأت الظن، أقدم لك اعتذاري. صاحت ليا: هذا سهل، لقد أصبت أختي بالخوف الداهم وأحلت حياتها إلى جحيم. ليا. اقترب ماكس نحوها يريد أن يضمها بين ذراعيه، لكنه تجمد مكانه أمام نظراتها الملتهبة. قال رونزو: إننا لم نبعثر نقودك، إنها كما هي، أرجوك أن تغفر لنا. بالتأكيد. سأل ماكس: إذن ليا لم تكن تعلم شيئا؟ فصرخت فيه سيلينا: بالتأكيد، هذا واضح. وماذا بشأن الجواهر؟ أية جواهر؟ جواهر جدتنا، لقد كانت في الخزانة ثم اختفت منها. آخر مرة رأيتها كانت في الصوان في حجرة والدي، ابحث هناك وستجدها. اندفع ماكس من الحجرة وهو يسب ويلعن. صعدت ليا إلى حجرتها وكان ماكس ينتظرها في الطريق. أمسك ذراعها ليمنعها. دعني. قولي أي شيء، اصرخي، اشتبكي معي، افعلي أي شيء لاتهام أختك ظلما، لإجبارك على العيش هنا في عذاب. أريد أن أعود إلى بلدي. وأنا كذلك. ولكنك في بلدك هنا. لا، بل في إنجلترا، أريد الحديث معك. ليس هناك ما تبقى لنتحدث بشأنه، اتركني أرجوك. أريد أن تجيبي على سؤال واحد. لا، لن أمنحك نفسي أبدا. ابتسم وأخذ يرفع ذقنها لتنظر إليه. أريد أن أرى على وجهك ابتسامة، ابتسامة آنستي التي عرفتها. والآن استمعي إلي،
إنني أحبك وأريد الزواج منك، كوني أمينة صادقة، هل تحبينني؟ أجيبيني. نعم نعم يا ماكس، إنني أحبك. يجب أن نقفز من الفرح، لن نعاني المزيد من الأحزان، لأنه ليس بإمكاننا أن نعيش حبنا في إنجلترا. لديك مؤسستك ولدي دار المسنين، ولكن تخيلي إن عدت بدوني، إن لم يعد أحدنا يرى الآخر، ستكونين من الحزن والمعاناة حتى سيشعر الآخرون. هل تظنين أن هذا ما يريدونه لك؟ ولكن ما الذي سينصحونك بفعله؟ سيطلبون مني أن أكون أنانية، لكنني أحذرك أن تذهب للحديث معهم. إنني مستعد للتعاون معك، لكن أخبريني أولا، أخبريني بأنك تريدين أن تعيش حياتك معي، وبأن زوجك وأولادك سيكون لهم الأولوية قبل أي شيء. جال بخاطرها هذا المشهد، الأطفال، أطفال ماكس. لا، هذا في غاية القسوة. لماذا؟ لأنني أريد أن أعيش معك، أريد أطفالا منك، ولكن كيف؟ هذا سهل، سأنقل مقر مؤسستي إلى جوار داركم، ولكننا لن نعيش في دار المسنين، سنجد أفضل امرأة في البلد لتحل محلك، وسيكون باستطاعتك البقاء معهم وقت ما تشائين. على أن تكون الأولوية لي أنا طوال الوقت تقريبا، هل فهمت؟ هل هذا مفهوم؟ إنه مفهوم. اقتربي، أريد أن أقدم لك عربونا يعبر عن حبي. أخرج من جيبه البروش الذي كانت قد ردته له. إن عمر هذا البروش 400 عام، إنه تقليد عائلي أن يهدي رجال العائلة البروش إلى محبوباتهم. اقتربت ليا من ماكس واضطربت أصابعه وهو يثبت البروش على صدر فستانها، وأخيرا في خضم هذا الليل المنسدل ستره منحته نفسها.